انطلقت معسكرات منتدى شباب العالم لإشراك الشباب من جنسيات ونوعيات مختلفة ودمجهم ودعمهم نفسيا في مواجهة الضغوط النفسية والتنمر، وذلك في وادي النطرون بمحافظة البحيرة. يأتي ذلك بالتعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من المؤسسات الشريكة بنظام التعليم التفاعلي، حيث تستمر المعسكرات على مدار 3 أيام بمشاركة 100 شاب من المصريين والعرب والأجانب. المبادرة تم التخطيط لها تقريبا من شهر 4 اللي فات، وكان الهدف هو خلق معسكر إدماج لشباب كتيرة جدا من سن 16 ل 20 سنة، لأن دي مرحلة انتقالية ومهمة جدا بين آخر سنين في المدرسة وأول سنين في الجامعة. وكان الهدف منها هو انتقاء شباب من خلفيات مختلفة جدا، من مروا بتجارب مختلفة كتيرة جدا في حياتهم، ووضعهم في مكان واحد لإقامة ورش وجلسات ليها علاقة برؤية الشخص لنفسه وتقبله لنفسه، ومن تقبله لنفسه بيأتي بقى تقبله للآخر. هدف المبادرة أصلاً إن احنا ننشر الوعي ونزود الوعي بالصحة النفسية وإيه أهميتها. عشان نعمل كده بدأنا في شهر 3 اللي فات، قعدنا مع شركائنا المعنيين عشان نبتدي نحط الخطة التنفيذية. أول حاجة اتعملت في الخطة إن احنا اللي هو الفعالية بتاعت النهاردة اللي هو الانكلوجين كامب أو معسكر الدمج. معسكر الدمج ده فيه شباب من 16 ل 20 سنة، اللي هو السن اللي بيتعرض عادة للضغوطات النفسية أو بيمر بظروف نفسية كتير عشان السن ده. متحمسة للكامب ده علشان هتعرف على نفسي وعلى نفسيتي، وهتعرف على ناس أكتر مختلفة عني، اعرف اتعامل بقى مع ناس يعني مش شبهي، بعيدا بقى ان هو الجنسيه تبقى مختلفه، جسمنا مختلف، لون البشره، كل الحاجات دي. اهميه البرنامج انه بيوفر تنميه نفسيه وبيعرفك على الناس يعني، وتنميه الاجتماعيه مع الناس الاخرين، لون بشره مختلفه، جنسيات مختلفه، دول مختلفه، وحتى يعني التنميه الرياضيه والفكريه، وممكن جميع الانشطه يعني برضو بيجمعوها لك. عرفت المعسكر ده من معهد إعداد القادة وحياة كريمة. طبعا المعسكر أول حاجة اللي هو شامل الجنسيات المختلفة، ده اللي احنا أصلا الفكر بتاعنا كله مختلف، الشكل مختلف، كل حاجة مختلفة. إزاي نقعد مع بعض في مكان واحد وتكيف مع بعض خلال 3 أيام أو 4، دي حاجة كويسة جدا. كمان اتعلمنا إزاي إن احنا نتعامل مع الناس ذوي الاختلافات. طبعا احنا كلنا طبعا بشر، وكلنا يعني مواطنين في جوا وطن واحد، وبالتالي اختلافات كفي الشكل او في الدين او في اللون ديت مش هتعمل مشكله، لان احنا كلنا اصلا بشر.